السلام عليكم طلبتنا في الجزء الثاني من المحاضرة نكمل مجال التوحيد. مجال الثاني توحيد الأسس والقواعد والمبادئ المحاسبية. هذا الهدف من هذا التوحيد من أجل القضاء على التباينات اللي حكينا بها بالمحاضرة السابقة. على سبيل المثال إلزام الوحدات الاقتصادية بتسعير بضاعة آخر مدة بالكلفة. إذن بعد كل محاسب يلتزم بهذا الإلزام بهذا التوجيه أن يكون بالكلفة وليس بسعر السوق، وطريقة المعدل الموزون في الوصول للكلفة وليس بطريقة الوارد أولا صاد أولا أو طريقة الوارد أخيرا صاد أولا، لا بطريقة المعدل الموزون حتى تكون كل الشركات اللي تطبق النظام المحاسبي الموحد تلتزم بهذا التوجيه، وبالتالي يكون البيانات موحدة لأن اعتمدت كلها طريقة المعدل الموزون. وأيضا من أسس تحديد النسب وطرق الاندثار، وهذا يصدر بها منشور يحدد كل موجود ثابت قد نسبة اندثاره 10% 5% 20% وطريقة اندثار قصة ثابت أو أي طريقة أخرى، بالتالي المحاسب ملزم بتطبيق هذه الطريقة وهي النسبة دون أن يجتهد بذلك. واعتماد مبدأ الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية، هذا المبدأ أنه كل عملية راح تسجل بقيد استحقاق ثم قيد آخر، قيد سداد بالنسبة للمصروفات أو قيد قبض المبلغ بالنسبة للإيرادات، وبالتالي هذه الطريقة مستحدثة كانت ما موجودة في المحاسبة المالية، كانت تستخدم قيد استحقاق فقط إذا كانت عملية آجلة. الآن في النظام بموجب النظام المحاسبي الموحد راح تستخدم هذا المبدأ سواء كانت عملية نقدية أو آجلة. نشوف بالمحاضرات شلون نطبق هذا المبدأ. ثم أيضا من مجال التوحيد المجال الثالث هو توحيد حسابات ختامية والكشوفات المالية والموازات التخطيطية، أيضا بهدف القضاء على ظهر تعدد أشكال حسابات ختامية. مثل ما نعرف إحنا بإمكان المحاسب يعد حسابات ختامية بشكل كشف أو بشكل تقرير أو يعد حسابات التشغيل وحساب المتاجر والباع خسار أو بأي طريقة أخرى. الآن حددوا طريقة حسابات ختامية بحساب واحد وحساب رقمه 281 أيضا نأخذه بعدين، والكشوفات المالية أيضا حددت أشكالها وذلك بهدف الحصول على بيانات موحدة. ثم توحيد السنة المالية، أيضا النظام ألزم الوحدات المطبقة هذا النظام المحاسب الموحد، يعني هذا النظام المحاسب الموحد ألزم الوحدات الاقتصادية المطبقة لهذا النظام بأن تبدأ السنة المالية وهي سنة تقويمية تبدأ من 1/1 وتنتهي في 1/3/12 من تلك السنة. كانت في قبل تطبيق هذا النظام تبدأ بعض الشركات بهذا التاريخ، بعض الشركات تبدأ ب 1/3 أو العفو 1/4 وتنتهي في 1/30/3 من السنة اللاحقة، أو في 1/6 أو 1/7 وتبدأ وتنتهي في 1/30/6 وغيرها من التواريخ. إذا موحدتها هذا النظام ألزم الوحدات بتوحيد السنة المالية بسنة واحد تبدأ من 1/1 وتنتهي في 1/31/12 وبالتالي صار عملية التوحيد. ثالثا نتطرق إلى موضوع المستحدثات. النظام المحاسب الموحد جاء بمستحدثات جديدة هي كانت غير موجودة في النظم المحاسبية التقليدية. على سبيل المثال انه اتباع مبدا الاستحقاق في اثبات المعاملات الماليه، وهذا تطرقنا له قبل شويه، والمقصود بها انه نكتب هالقيود الاستحقاق والسداد او قيود الاستحقاق والقبض سواء كانت عمليه اجله او بالنقد، في حين كانت بالنظام التقليدي انه فقط اذا كانت العمليه اجله نكتب قيد استحقاقها. والفقره الثانيه التفرقه بين عناصر الطاقه الانتاجيه المستغله والطاقه الانتاجيه غير المستغله، والغير مستغلة راح تكون في حساب مشروعات تحت تنفيذ لإثبات كافة العمليات المالية المتعلقة باقتناء الموجات الثابت، وهذا أيضا راح نأخذها في المحاضرات القادمة القريبة كلش. يميز بين الطاقة الانتاجية المستغلة وهي الموجات المقصود بها الموجات الثابتة في الاستخدام وتكون بحساب رقم محملة بحساب رقم 11، والمشروعات تحت تنفيذ بحساب محمل برقم 12، وبعدين ناخذ الحسابات وارقامها.
ثم تحديد كلفة المشتريات على أساس المبالغ المصروفة لغاية مخازن الوحدة، كل المبالغ من بداية الشراء لغاية وصول المادة المخزنية إلى مخازنها، هذه كلها تضاف على كلفة المشتريات. معاملة مالية تختلف عن المعاملة المالية الموجودة بالمحاسبة التقليدية. ثم تحديد قيمة المبيعات على أساس تسليم مخازن الوحدة أو فروعها أو معارضها. إذن المبيعات في عند تسليم مخازنه هذه هي قيمة مبيعاته. ثم خامسا حساب المجهزون، يوسط حساب المجهزون لتثبيت الالتزامات المترتبة للحصول على عناصر الاستهلاك الوسيط وهي السلع والخدمات. ونوسط حساب دائن ونشاط غير جاري رقم الديركتين 65 أيضا بعد ناخذه بعدين، لتثبيت الالتزامات المترتبة للحصول على عناصر الطاقة الانتاجية والمقصود بها الموجات الثابتة. فبنشتري سلعة بقيد الاستحقاق راح نوسط حساب المجهزون، في حين بنشتري موجود ثابت راح نوسط حساب دائن نشاط غير جاري عندما نتبع مبدأ الاستحقاق في إثبات المعاملات المالية. ثم توصي حساب المدينون لإثبات حقوق الناتج عن بيع السلع والخدمات أو دا الخدمات للغير، وتوصي حساب مدينون نشاط غير جاري 165 لإظهار حقوق الناتج عن بيع الأصول. فمن نبيع بضاعة فبقيد الاستحقاق راح نوصل حساب العملاء وهم المدينة التجارية 161، وفي حين من البيع موجود ثابت راح نوصل حساب مدينة نشاط غير جاري 165 مثل ما قلنا. وهذا يميز بين النشاط الجاري وهو المتمثل بسلع والخدمات والنشاط غير الجاري المتمثل ببيع الأصول الثابت. ثم التقسيم القطاعي لحسابات الحقوق والالتزامات في الوحدة الاقتصادية، حساب مجهزون اللي هنا نوسطه وحساب العملاء الآن نوسطه راح يقسم حسب القطاعات، مثلا مجهز قطاع اشتراكي، مجهز قطاع تعاوني، مجهز قطاع مختلط، وباقي القطاعات هذه تلقونها بالدليل المحاسبي. هذه كلها مستحدثات للنظام المحاسب الموحد. واستحداث حسابات المتقابلة لأغراض المقارنة وتقييم الأداء والربط بين حسابات الوحدة الاقتصادية والمحاسبة القومية، وهذه الحسابات المتقابلة تلقاها برقم 19 و29 بهيكل عام الحسابات المر بالمحاضرة الأولى تقدر ترجع له وشوفه. وثم استحداث حساب التغير في المخزون، كان عندنا المخزون في نهاية السنة آخر مدة يفتح في حساب المتاجرة وأول مدة يخفل في حساب المتاجرة، في حين النظام استخدم حسابات اسمها التغير في المخزون، هاي ناخذها عند الحسابات الختامية. المهم هذه مستحدثات جاء بها النظام المحاسب واحد، ميز روحه عن المحاسبة الاحتيادية، وهذا قدامك تقدر ترجع لها بالشرح اللي طرقت الآن. وخلال المحاضرات أيضا راح نتطرق لها ونرجع لها في أكثر من مناسبة. أما بقى عندنا أسلوب رابع، أسلوب كتابة القيد المحاسب. أيضا ميز النظام المحاسب واحد نفسه في كتابة القيد المحاسبي إن المعالجات القيدية لكافة الحسابات تضمن الدين المحاسبي تتم وفق طريقة القيد المزدوج مثل ما طرقنا سابقا، ولكن أسلوب كتابة القيد المحاسبي يختلف بموجب النظام المحاسبي بموجب الطريقة الاحتيادية في المحاسبة المالية. أجيب لمثال حتى أوضح الفكرة. إلى فرضا شراء سيارة لغرض نقل البضائع، نقل البضع في احدى الوحدات الاقتصاديه المطبق نظام المحاسبه مبلغ 2 مليون دينار، اريد نكتب بيك قيد محاسبي بموجب النظام المحاسبي مثل ما شرح المستحدثات، نستخدم اسلوب الاستحقاق وان كان مبلغ دفع نقدا، فراح يكون القيد هذه سياره نقل البضع ووسائل بالنظام اسم الحساب وسائل نقل البضع رقم 12412، ولكن بكتابه القيد المحاسبي نبدي بالمستوى الثالث، مستوى يسمونه المساعد، الحساب اللي يحمل ثلاث مراتب يسمونه مساعد. فهذا الحساب هو جاء من تفرع وسائل نقل وانتقال 1-2، وهذا رقم 2 هذا المقصود بمشروعات تحت التنفيذ، وهذا المستحدث الثاني طرقنا له انه يميز بين الطاقة المستغلة والطاقة غير المستغلة. لهذا باعتبار السيارة بعتي تو اشتريناها غير مستغلة بعتي، فعلى حساب وسائل نقل وانتقال 1-2-4 يتفرع من هذا الحساب اسمه حساب وسائل نقل، نقل هذه نقل بالسيارات 1-2-4-1 مستوى رباعي، ثم حساب وسائل نقل البضائع
مستوى خماسي 1-2-4-1-2 لاحظ هذه مو مذكورين، هذه حسابات تفرع حسابات تفرع حسابات ونبدأ كتابة القيد دائما دائما من المستوى الثالث المستوى المساعد ونستمر المستوى الرباع والخماس إذا طبيعة حساب يتفرع. بعض الحسابات بالنظام قلنا الحد الأدنى ثلاث مستويات هذا، وبعضها يتوقف عن ثلاث مستويات وما يتفرع، مثل آلات ومعدات رقم الجديدة طبعا رقم 12-3 وما بيتفرعات، في حين هذا وسائل نقل وانتقال بيتفرع مستوى رباعي وخماسي، بعض الحسابات يتوقف على مستوى رباعي، بعض الحسابات مستوى خماسي، وبعضها يستمر مستوى سداس. إلى حساب دانشاط غير جاري قلنا نوسط حساب دانشاط غير جاري إذا كان الأمر متعلق بالطاقة الإنتاجية، ولذلك ما حطينا حساب المجهزون حتى نميز أيضا المستحدثات، نميز بين النشاط الجاري عن النشاط غير الجاري. فاسمه حساب دا نشاط غير جاري هذه بالمليونين دينار، هذا قيد استحقاق تطبيق للمستحدث الأول، قيد استحقاق شراء سيارة نقل البضاعة. ما نكمل القيد بعدين نجي الموضوع هذا القيد، فقط هنا أبين لك أسلوب كتابة القيد. فأسلوب كتابة القيد أنه النظام المحاسب واحد يبدأ بكتابة قيد المستوى الثلاثي ويشوف إذا تفرعت حسب الدليل المحاسب، إذا بيتفرعت مستوى رباعي أو تفرعت مستوى خماسي، وقدامك شرح القيد. إن الهدف من هذا اتباع هذا السوق في كتابة القيد هو لأنه تثبيته في عدة سجلات وبمستوى التحليل مختلفة، وبالتالي استخراج موازين مراجعة متعددة لهذا، هذا مستوى وهذا مستوى وهذا مستوى، بالتأكيد مجموع مستويات المستوى الرباع الخماسي لازم يساويها مجموع مستويات المستوى الرباعي، ومجموع مستويات المستوى الرباعي لازم يساوي مجموع مستويات المستوى الثلاثي، وهذا ناخذه بالنظام بالمختبر عند ندخل المختبر ونشوف طريقة كتابة القيد بالمستندات والترحيل. ثم استخدام هذا الأسلوب كوسيلة فعالة لأغراض الرقابة والتدقيق، مثل ما قلت الحسابات هذه خماسية مجموعها يفترض يتطابق هذا المستوى، والرباعي يتطابق هذا المستوى، وبالتالي هذه الحاجة إلى أغراض الرقابة والتدقيق، وتوفير بيان تفصيلي وإجمالي لجهات مختلفة داخل وخارج الوحدة الاقتصادية حسب التفصيل المطلوب. وهذا هو أسلوب كتابة القيد المحاسبي تحتاج عليه. هذه مثل ما طرقت قلت هذا غير مو مذكورين، هذا حساب واحد هو الحساب المعني هو نقل البضاعة، ولكن ما نكتب الحساب المستوى الخماسي إلا نبدأ بالمستوى الثلاثي والرباعي والخماسي، وإن جاز النظام للمحاسبين إنه يبدون بالمستوى الأخير، ولكن إحنا بدراستنا راح نستخدم الطريقة المعيارية في كتابة القيد، ولا تبدأ من المستوى الثالث. ارجع إلى المحاضرة المرت عليك وشوف الملاحظات المرت، دونها في دفترك، عد دفترك بشكل جيد، وعلى المحاضرة القادمة إن شاء الله أكو كوز في بداية المحاضرة القادمة يتعلق في هذه المحاضرة المرت علينا اليوم. وشكراً.